الجيش الإسرائيلي خصم من رواتب الجنود الذين يفقدون ملابسهم في الحرب. صحيفة دعوت أحرانوت الإسرائيلية قالت إن مقاتلي لواء نحال في قطاع غزة فوجئوا بأنهم دفعوا مئات الدولارات مقابل المعدات الهالكة أو المفقودة. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن ما حدث خطأ تقني وإن الجنود سيضاف إليهم المبلغ المقطوع، إلا أن ذلك لم يحدث. الصحيفة الإسرائيلية أوضحت أن المبلغ المستقطع يعادل ربع راتب جندي، والذي يبدأ من 2000 شيكل، ما يعادل 540 دولارا أمريكيا. الجيش الإسرائيلي قال إن ما حدث هو خطأ تقني وسيتم النظر فيه. منذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة، قتلت فيها أكثر من 33,000 فلسطيني، ودمرت أكثر من نصف مباني القطاع، ما يعادل 65%، وتسببت في مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.